صباح الفل صباح الفل صباح الفل في اليوم الجميل والامطار الحلوه دي. لسه خارج من السوبر ماركت، اشتريت الخبز. بشتري في الاسبوع عشان ما افضلش كل شويه اروح واجي، ما بقاش فيه وقت احيانا، وبيبقى البيت محتاج خبز فبروح بسرعه. ان شاء الله باذن الله في اجواء المطر السعيده دي والجميله ها نتمشى وانا في اتجاهي للبيت هندردش مع بعض. صباح الفل. بصوا المطر مخلي الشوارع والبيوت عامله ازاي، جو مريح للاعصاب فعلا يعني. ودايما انا اتكلم على الموضوع دون ان دايما اعصابك هاديه بسبب الامطار، سبحان الله بتهدي فعلا الاعصاب. والله معايا الشمسيه ومعايا الجوانتي اللي لسه جايبه والايس كاب، بس الجو ما يستحملش وما يحتاجش لهذا الكلام. حتى الشمسيه صراحه مش عاوز هطلعها، ليه؟ ما استمتع بانتعاش المطر وهو نازل على راسك وانفك ورقبتك ووشك الجميل. يا راجل يا جميل صباح الفل. وادينا بنقضي يوم حلو. انا خرجت كام يوم اللي فاتوا دول، خرجت بالليل وكانت الاجواء في وسط المدينه يا جماعه مش عاوز اقول لكم، والله العظيم اجواء ممتعه وناس حبوبه واسلوبها حلو وناس نظيفه وشكلها حلو. وبنقضي الاوقات السعيده في هذا البلد وربنا يعيننا ويعين الجميع. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله باذن الله هنكمل دراسه والله المستعان. وعسى ان تكرهوا شيئا وفيه خير كثير، صح؟ يلا يا حبايب قلبي نستمتع باجواء المطر الجميله دي. وانتم ايه وانتم بتتفرجوا، المطر شد قوي بس عادي مفيش اي مشكله، متحملين ومكملين. صباح الفل. صحيح، كنت قلت في الفيديو السابق اني الرخصة وقلت معلومات كتيرة ونسيت اقول اني مفيش مشكلة ان انت ما يكونش معاك بي اينس، اونا بي اينس يعني بدون بي اينس، وبل بالعكس كمان ممكن تلاقي المعلم بتاعك عربي. وفي مدارس كتيرة قوي موجودة داخل نورنبرج معروفة في بليرة، مش هقول اسمها عشان ما بعملش دعاية لحد. وما زالت الامطار شغالة وانا تقريبا اتغرقت كلي. بص عملت ازاي، يا حلاوة على الحلاوة. وما زلت ماشي حتى باب المنزل وانا بدردش مع حضراتكم، بندردش في اي حاجه وبخليكم تستمتعوا بالاجواء اللي احنا ماشيين فيها، الاجواء المطريه الحلوه. مطريه مطريه مطريه. صباح الفل. لما بتيجي اجواء زي كده واكتر من كده كمان وانت ماشي في طريقك عادي مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل عشان هم مجهزين البلد بهذا الكلام. انا اتذكر في المناطق الشعبيه والواحد صغير كانت تيجي شويه امطار زي دول، انت عاوز مركب او رجلك بقى تغرس الصطين والروبه واديها، خصوصا الارياف. الارياف بيبقى فيها هذا الكلام صعب جدا. الله يعين الناس ويوفقهم ويسعدهم ويكرمهم في حياتهم. والله بيصعب عليا كتير قوي الناس احيانا في الدول العربيه، مش الجميع، في ناس اغنياء وناس مستريحه ماديا، دول مش في دماغي. انا اللي في دماغي الناس الطيبين اللي هم بيكافحوا على لقمه عيشهم وربنا ييسر الحال والاحوال. كلموني لو عندكم اي استفسارات، انا تحت امركم في القناه. ما عنديش رقم واتس والله يا جماعه. ليه؟ ليه؟ ليه القناه بتاعتنا؟ واخدين بالكم؟ صباح الفل. بصوا العربيات عامله ازاي؟ يا عيني على الحلاوه. صباح الفل. يا عيني. صباحكم حلو وكله رزق. المطر ده خير ورزق، ولما ينزل المطر ادعي ربنا كتير قوي ان هو يرزقك. بس اهم حاجه تكون انت طاهر من جوه، تقرب لربنا دايما وتقرا في القران على طول وبتصلي وبتعمل دايما الخير، ما بتعملش الحاجات الوحشه. الواحد احيانا يا جماعه لما بيقعد يقول كلام، احيانا انا بزعل من نفسي ان انا يعني ايه اللي خلاني اوصل لهذا المستوى المنحط، شخص عديم النفع عديم الشرف. وانا بجيب سيرته، بجيب سيرته ليه الحقير ده؟ مش فاهم يعني. انا بزعل من نفسي والله ان انا بنزل نفسي لمستوى منحط من البشر، وما اكثرهم هذه الايام. عادي، واحنا ما زلنا في الامطار الجميله والحلوه واليوم الجميل السعيد. شايفين الجو عامل ازاي؟ كله مطر وميه. بلاد خير وبلاد رزق وبلاد منفعه وبلاد بتفيدك، صح؟ يا رب تخلص الحرب ونرجع اوكرانيا، الله المستعان. شفتوا الترام اللي عدى ده؟
ما شاء الله ممسوح، وبص الميه غسلاه ومروقاه، كل الناس بص ماشيه مظبطه حياتها. عربيه الشرطه ايه شايف وانا بصور قدامهم وبصوا عليا وعادي، ما لهمش اي حاجه وما لهمش دخل باي شيء، لان انت في بلد فيها ديمقراطيه بتتفق مع بعض الاشياء، حاجات كتيره قوي بتختلف معاها عادي، كل واحد حر ومحدش بيفرض رايه على حد. شايف عربيه شرطه تانيه اهي واقفه اهي. واليوم الجميل السعيد ده يعني استمتعوا يا رجاله استمتعوا. طول ما انت ماشي تلاقي بنايات جميله قوي، طراز المعمار نفسه بص عامل ازاي. حاجات دي قديمه بس مش قديمه قوي على فكره، مش قديمه قوي، ولكن زي ما انتوا عارفين ان البلاد دي بعد الحرب العالميه الثانيه كانت عباره عن مستنقعات من الدمار. انا بكلمك بجد، ولكن ما شاء الله بنوها وعمروها وانتجوا فيها، صنعوها من جديد، ربنا يوفقهم ويسعدهم. وما زلت في طريقي الجميل والامطار الحلوه اللي احنا فيها دلوقتي. صباح السعاده صباح السعاده صباح السعاده. تحس ان المحلات ما بتشتغلش، متهيألك. مش شرط ان على فكره المحل يبيع كده الزبون يروح له، لا، في الاجواء دي ممكن الزبون يبقى موجود في البيت ويتصل بخدمه الدليفري يبعتوا له سندوتشاته تبولته فلافله شاورمته. والدونر كتير قوي مشهور هنا في المانيا بسبب الاخوه السوريين، الله يوفقهم ويسعدهم. شايف الهدوء، تحس ان المدينه ما فيهاش حد عايش خالص. بص محلات كلها فاتحه ولكن ما فيش فيها زباين. تقول ايه؟ الله، هو في ايه؟ وبالمناسبه انا عاوز اوريكم حاجه. شايفين الغسالات دي؟ الغسالات دي بالايجار، مشروع تقدر تعمله. عندك محل زي ده تجيب فيه 20 غسالة على منشفة، وبالساعة بتدفع بالكارتة بتاعتك او كاش، واخد بالك اهو. شايف بص اهو الغسالات بتغسل كلها اهي، كل دي ناس جت حطت هدومها وسلام عليكم. عنده لحاف بيغسله، عنده سجادة بيجيبها، عنده هدوم بيجي يغسلها. الناس بتعمل كده، مش كلها يعني، مش كل الناس بتعمل كده، ولكن كتير ناس بتعمل هذا الكلام لان مبقاش عنده وقت ان هو يقعد يغسل. اي نعم، انت بتحط الغسيل جوه الغساله الفول اوتوماتيك بتاعتك وتسيبها هي تعيش مع نفسها، دي حقيقه، ولكن في ناس كتير قوي ما بقاش عندهم حتى هذا الوقت. تصور فالمغسله دي تحت البيت عنده، فيروح منزل لهم الغسيل ويدفع بالكارته بتاعته وباي باي كمبوره. عاوز ساعتين، عاوز ثلاث ساعات، عاوز ساعه، هو براحته، كل واحد براحته. ودي حاجات كويسه على فكره، لان معظم البيوت ما بقاش فيها غسالات. اه والله العظيم مش كل البيوت، ولكن نسبة مش قليلة اللي ما فيهاش، بيراحوا دماغهم وايه بتقضي مصلحتك. فهمت يا عسل؟ الفنكوش وصل. بص حتى الصيدلية بالتليفون او عن طريق الانترنت اونلاين بيروحوا مكلمين الفرع ويقولوا له بعت لنا كذا على البيت، والدليفري بيروح عامل كده ويوصل والسلام عليكم. نفس القصة الحلاق، لا الحلاق لازم الناس تجيله. فصباح الفل، الناس لسه في اشغالهم، ما روحوش بيتهم ويدوروا على متطلبات حياتهم ويعملوها. فالكلام ده بيتزحم بخصوصا الحلاقين بعد الساعة 5 اخر النهار. وصلت يا نجم؟ صاحب المحل عارف كده. مهنة الحلاقة هنا حلوة جدا، مشروع برضو كويس تقدر تعمله. مشروع ان انت هتعمل حلويات حلو جدا برضو. مشروع المطاعم حلو جدا. مشروع ان انت تبيع منتجات اللي هي حيوانية، لحوم وفراخ وما شابه يعني، واخد بالك، برضو حلو. السوبر ماركت الخضري ممتاز، بس تقدر تقف قدام المحلات اللي هي بتبيع حاجات رخيصة زي ريوي والدي وليدل ونورما ونيتو، محلات سوبر ماركت كتير قوي، كتير فروع وشركات، وربنا يوسع على الناس. اهو حاطين حاجاتهم والله يرزقهم جميعا. خلصت مشاوير الحمد لله واشتريت الكوبس، ما اشتريتش حاجات كتيرة، وخلاص انا قربت على البيت. اتمنى لكم يوم سعيد، اتمنى لكم حياه جميله، اتمنى لكم كل خير. صباح الفل، اشوفكم على خير، باي باي، سلام.